السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. يعني سحور تقريبا، مش عارف ده هيبقى آخر سحور اللي يا جماعة النهاردة. ده سحور حرش، سحور بقى إيه؟ يعني زهقنا من التقليديات في الأكل والأكل اللي إحنا خايفين لا نعطش. النهاردة دي خش بقى على سلطة الطعمية، سلطة الطعمية بقى إيه؟ خش عليه كده وهيفكرك بالفطار. أهو هيفكرك بقى أيام الفطار بقى بالصلاة على النبي كده. سلطة الطعمية دي موجود فيه طعمية فلافل يعني، وفيها خضار وفيها خضار وفيها جبنة وفيها طماطم وفيها كزبرة وجرجير، اللهم صل على النبي. وفينا طبق يعتبر ايه، جبن، جبن بقى على زيتون خل المخلي، على جبن بيضة، على مثلثات، على رومي، على حاجات كده. وفينا طبعا فينا شيبسي، وفينا طبق تونة، وقتنا هي اللي هي قطعة واحدة. وفي هنا طبق خشاف بالعنب والموز، طبق خشاف بالعنب والموز، خشاف محط عليه عنب محط عليه موز، وفي هنا كمان. وفي هنا بالصلاة على النبي نبدأ كده كده حلو. اه والله، ها خايف نلف خايف النهارده في السحور. اللهم صل على النبي. اهو مجهز كده اهوت، شوف بقى، شوف بقى ايه، واخد كده شوية طماطم كده، حاجات بقى كده. دي أكل حرش بقى يا جماعة، هو ده الأكل الحرش. ونحط زيتون، يعني ده سندوتش عالمي. خد يا حبيبي، أهو يلا كل واحد بياخد نصيبه. الواحد ياخد نصيب هو. نجيب بقى الطعمية، سبحان الله، شفت بقى، اللهم صل على النبي. الله، لا ما دي معناها نعمة يا رب. اللهم بلغنا رمضان بالله، والله بعود. ها كده أوصل تعملي تعتبر كوكتيل. أه. أنا مش فاهم واحد. ها؟ كان طيب. اه ما دخلت هو فعلا. اي والله. اخر سحور. ايوه اخر سحور في يوم في رمضان 1442 هجريه 2021 ميلادي. جميل قوي يا حاج، طعمها جميل قوي. ده الطبق اللي كده من حلو، طبق السلطة ده الواحد يحط سندوتش وياكل. ايه والله، هيبقى تسخينة للراجل اللي جوه الهواء. نعم أكل جميل. أنا
دي اخر صيام بقى، اليوم اللي جاي ده اخر صيام. ده اخر سحور كده. ايوه اخر سحور، اخر صيام، اخر يوم في الصيام، يوم 30. خلاص بقى نطلع من القواعد بقى. أكلة جميلة يا حاج. الله. احنا النهارده ماشي، مش عارف له طعم تاني ليه. حياة الحياة شيء. السهر هذا ممتع. الله. السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. من هاتف بقى، كل سنة وانتم طيبين واشوفكم بخير دايما وبصحة. يا رب اتمنى لكم السعادة ويبقى عيد سعيد عليكم، وتتبسطوا وتتهنوا يا رب بالصحة والعافية. السلام عليكم.
الله الله.